سمع المشاهدين شيء من الفوازير. انت ايش تحبي؟ تحبي تسمعيهم من الفوازير، تحبي تسمعيهم مثل ما بتحبوا، يعني اليوم انتم اللي تختاروا. طيب نختار مثلا، خلينا نقول اول شيء خلينا نجرب خليجي مثلا. خليجي. رح غني المقطع البدوي، واول مره على فكره غنيت بدوي، وانا من زمان يعني كنت بشوف المسلسلات البدوي وكان يعجبني الغناء البدوي. فالحمد لله انه كانت الفرصه. ومربط الخيل عند الخيمة عزتها فرسانة، تجو بالليل تشق الظلمة ترعى بوادينا، حامين الدار والديرة فخر نسوانا، خيالا واهل الاصاله والكرام عنوانا. يعطيك العافيه. الله يعافيكي.